لقد وضعت الحكومة صحة المواطن وأمنه وسلامته على رأس أولوياتها، وتبنت هذه الاستراتيجية الوطنية تعبيراً عن إدراك وإحاطة شاملة بالأخطار الاجتماعية والاقتصادية والنفسية التي تسبب هذه الظاهرة المؤسفة. وتستلزم مهمة وقاية مواطنينا وشبابنا من الانتحار تكاتف الحكومة والأسرة والمجتمع بجميع مؤسساته في آن واحد. حضور اليوم هو ببيان دور السلطة التشريعية في دعم هذه الاستراتيجية التي تم إطلاقها بدعم من حكومة السيد السوداني، والتي ستكون للأعوام 23-30. وحقيقة نحن في لجنة الصحة والبيئة النيابية سنعمل على التركيز على حل نقاط الضعف الموجودة. صحيح شهدنا ارتفاع طفيف بنسب الانتحار بالعراق، لكن هذه النسبة لا تزال أقل من المستوى العالمي بكثير. اليوم أطلقنا الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الانتحار. العراق البلد الثاني في الوطن العربي الذي أطلق هذه المبادرة، طبعا بمساعدة منظمة الصحة العالمية وأيضا منظمات أخرى كمنظمة الهجرة الدولية. المشروع متبنى من مكتب دولة رئيس الوزراء وبقيادة وزارة الصحة. هذه الاستراتيجية هي متعددة القطاعات، لكل قطاع هناك دور، ليس القطاع الحكومي فقط بل القطاع الآخر المتمثل بالمجتمع المدني، المتمثل بالجهات الدينية، الفعاليات المجتمعية، الإعلام، كل هذه يجب أن تضافر جهودها لتقليل والحد من ظاهرة الانتحار في البلد. تم اليوم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الانتحار. هذه الاستراتيجية تهدف إلى تقليل أعداد المنتحرين وأيضا كذلك الوقاية من الانتحار. طبعا العراق هو ثاني دولة أطلقت هذه الاستراتيجية. أكيد إحنا ما زلنا من ناحية الأعداد دون الأعداد العالمية إذا قارناها ببقية الدول، إحنا أقل بالأعداد، لكن مع ذلك إحنا الهدف هو تقليل هذه النسب وأيضا الوقاية من الانتحار. هذه الظاهرة بدأت فعلا بالانتشار، يجب الحد منها، لذلك انطلقت هذه الاستراتيجية. كوزارة الداخلية ومديرية حماية الأسرة والطفل نحن المعنيين بهذا الأمر، كون معظم حالات التعنيف تؤدي إلى الانتحار. لدينا مشروع مهم ومشروع قانون الصحة النفسية الذي قرأناه القراءة الأولى، وسنمضي في قراءة القراءة الثانية ومن ثم التصويت عليه، ليكون داعما لإطلاق هذه الاستراتيجية، وأحد أهم نقاط القوة التي ستساعد على الوقاية من الانتحار.